مرحبا بكم. أنتجت شركة ديزني العديد من الأفلام التي تحبها وتستمتع بها، وعلى الأرجح لقد شاهدتها عدة مرات. يعمل المختصون في الرسوم المتحركة على نفس المشهد إذا لم يكن حتى نفس الإطار لعدة أيام من أجل صناعة أفلام مثالية تبهجنا. وعلى الرغم من ذلك، أحيانا ما تحدث أخطاء قد يكون من المسلي أن نلاحظها. لنشاهد بعض تلك الأخطاء التي ارتكبتها ديزني. إليكم 10 أخطاء لم تلاحظها ديزني في أفلامها قط. رالف المدمر. كان الملك كاندي هو الشخصية الشريرة في فيلم رالف المدمر، وقد توقف فجأة حتى يمنع فينولوبي من إعادة ضبط اللعبة. ومثله مثل أي فيلم لديزني، تخسر الشخصية الشريرة وأنقذت فينولوبي اليوم بمساعدة رالف. وبمجرد أن عبرت خط النهاية تم إعادة ضبط اللعبة واختفت كل علامات الملك كاندي. ولاحقا عندما كان رالف وفينولوبي يتحدثان، كان من الممكن رؤية شعار ووجه الملك كاندي في بداية المسار في الخلفية. ملكة الثلج فروزن. يعد يوم التتويج يوما كبيرا بالنسبة للملكة إلسا، لكن يبدو أنه يوم أعظم بالنسبة للأميرة آنا. لقد كانت محتجزة في غرفتها لوقت طويل، حتى أنها كانت متحمسة للغاية للخروج ومقابلة الناس. وعندما قامت بالغناء تخيلت نفسها في اللوحات التي كانت في منزلها، وعندما سارت عبر الباب انظر إلى اللوحة على الجانب الأيمن من الزاوية. ولكن عندما قفزت من هذا المقعد لم يكن من الممكن ألا نتساءل من أين جاء هذا المقعد. هل قفزت من غرفة إلى أخرى؟ ولأنه ليس هناك ثمة مقعد مثل هذا في تلك الغرفة. فيلم قلبا وقالبا إنسايد أوت. عندما انتقلت عائلة أندرسون إلى سان فرانسيسكو لم تكن ريل متحمسة للأمر. كان سبب ترددها هو أن غرفتها مخيفة بعض الشيء. في الليلة الأولى في غرفتها نامت على الأرض، وعندما ظهر الضوء في غرفتها ارتعبت بشدة. وبينما تمر الأضواء انظر إلى الباب المفتوح، وفي المشهد التالي عندما دخلت والدتها إلى الغرفة قامت بفتح الباب. ربما كان لدى ريل سببا لخوفها، وربما زارها أحد المخيفين من فيلم شركة المرعبين المحدودة. رابنزل. في نهاية هذا الفيلم عندما قام فلين بتضحية الأخيرة وقص شعر رابنزل، انظر إلى يديه بينما كان يمشط شعرها، يظهر معصمه خاليا من الأغلال. ولكن في المشهد اللاحق كان معصمه موصودا بالأغلال والسلاسل، ولكنه في النهاية وصل إلى حبيبته. فيلم الجميلة والوحش بيوتي أند ذا بيست. عندما خذل الأمير السيد العجوز قامت هي بإصابته بلعنة عن طريق تحويله إلى وحش. كان هذا هو خطأه الكبير. ارتكب المختصون في الرسوم المتحركة في هذا الفيلم العديد من الأخطاء خلال إنتاج هذا الفيلم، والذي حصل على جائزة الأوسكار. في المشهد الثالث من الفيلم يمكننا رؤية بيل وهي ترتدي مريلة بيضاء، ثم في مشهد آخر لم تعد ترتديها، ولاحقا أصبحت ترتديها مجددا. ربما تكون المريلة ملعونة مثل الوحش. حكاية لعبة الجزء الثاني توي ستوري 2. من المعروف أنك إذا كنت لعبة ويحبك أندي فسوف يكتب اسمه أسفل حذائك. هذا هو ما تحتاجه كل اللعب، ولأن هذا يعني أنك جزء من المجموعة. فعندما كان يجري إصلاح وتنظيف وودي بواسطة جيري، كان قد قام بإعادة طلاء حذاء وودي وبالتالي تغطية اسم أندي. ولاحقا كان وودي يشعر بالحنين إلى المنزل، فقام بإفساد الطلاء وحتى يظهر اسم أندي مجددا، ولكن هذه المرة كان الاسم رأسا على عقب. فيلم أبطال خارقون زي إنكريديبلز. عندما قامت عائلة أبطال خارقون وفروزون بمواجهة الروبوت الجديد الذي طوره سيندرون، كانت يدي فيلوت الطالبة في المدرسة الثانوية على جهاز التحكم عن بعد. وفيما يحاول الأطفال استخدام جهاز التحكم عن بعد من أجل إغلاق الروبوت، أخذت الأستيجار لجهاز التحكم عن بعد وضغطت على الزر من أجل إغلاق المحرك. أخبرها الرجل الخارق أن تضغط على نفس الزر مجددا، وعندما قام بالضغط عليه تم إغلاق المحرك. انظر إلى الزر الذي ضغطت عليها، كان زر مختلف تماما، فعلى الأقل لم يتسبب الزر في جعل المحرك ينفجر. هرقل. بعدما أنقذ هرقل اليوم بمساعدة فيل، كانت كل الآلهة متحمسة للأمر، وخصوصا الإله هيرميس إله القطعان والأسراب. ويجب أن يكون أيضا إله السحرة، لأنه عندما يلقي بالأزهار من أجل إظهار تقديره للأبطال كانت الأزهار باللون الأحمر، ولكن عندما التقط فيل أحد الزهور كان لونه أصفر. يبدو وكأن هيرميس هو إله للخدع كما يقولون. زوتوبيا. نايك وايلد هو ثعلب خبيث ويهرب بالكثير من أفعاله في فيلم زوتوبيا. لقد خدع جودي أكثر من مرة، ومنها أنه جعلها تخطو على بلاطة من الإسمنت،
وفيما يتحدثون جف الإسمنت وأصبحت قدميها عالقة في مكانها. وبما أن قدميها قد علقت فقد كانت تتحدث إلى نايك في وضع واحد، وعندما غدر والتفت ليراها كانت قد دارت 90 درجة. انظر إلى الإحباط على وجه جودي، حتى هي تعلم أن مصمم الرسوم المتحركة قد ارتكب خطأ. الأسد الملك لايون كينغ. في هذا الفيلم من عام 1994 كان تيمون وبومبا يسيطران على الانتباه. لقد علمونا أن هاكونا ماتاتا تعني أنه لا قلق، وأنه لا يجب علينا أن نتوتر بشأن الأمور التافهة في الحياة. ومن أحد هذه الأمور التي لا يجب أن نقلق بشأنها هي الملابس، أو على الأقل لقد تعلمنا ذلك من أحد المشاهد في الفيلم. عندما وقف تيمون بظهره متوجها إلى الكاميرا لا نرى أي ورود أو زهور، ولكن عندما التفت كان هناك ورودا حول عنقه وزهورا في شعره. هذه خدعة رائعة يا تيمون. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.